ربنا معاكي يا رقية، ذاكري كويس عشان تنجحي بكرة. كل واحد يبص في ورقته ومحدش يغش من التاني. ايه ده؟ ايه الأسئلة دي؟ ده أنا أول مرة أشوفها. روكي، ممكن تقوليلي إجابات الأسئلة دي عشان أنا ما ذاكرتش خالص؟ السؤال الأول ألف، السؤال التاني دال، السؤال التالت جيم، السؤال الرابع باء. الوقت خلص، يلا عشان هلم الورق دلوقتي. أنا هقول لكم النتيجة، مريم جايبة 20% ورقية جايبة 90%. روكي أنا ازاي سقطت؟ مش انتي مليانة نفس الإجابات بتاعتك؟ أنا غششتك غلط عشان انتي المفروض تعتمدي على نفسك وتذاكري، عشان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس مني. أنا هقول لماما ايه دلوقتي؟ ايه ده؟ ده الامتحان سهل قوي. روكي كان عندها حق، اللي بيذاكر بيعرف يحله. دلوقتي انا همليكوا النتيجة، مريم جايبة 100% ورقية جايبة 100%. فعلا روكي كان عندها حق، اللي بيذاكر بينجح من غير غش.